تؤكرم ويؤكرم حملا لماذا؟ لهذه الفروع على أؤكرم. هذا من حمل الفرع على الفرع. هم قد يحملون الفرع على الأصل وقد يحملون الفرع على الفرع. يعني المضارع فرع، أليس كذلك؟ هذا من حمل الفرع على الفرع فردا للباب، ليكون الباب على وتيرة على شرط واحد. أفهمون هذا؟ إذن الفعل الذي يقول شيء موزونه أكرم يكرم بكرام. أيوة الجمع ثقيل في ماذا؟ أنت قلت الجمع ثقيل في ماذا؟ ثقيل في الدلالة، لأنه يدل على أكثر من اثنين. والثقل قد يأتي من اللفظ وقد يأتي من المعنى. وقلنا بأن الفعل أثقل من ماذا؟ من الاسم. وثقل الفعل من ماذا؟ في المعنى، أليس كذلك؟ لأن الفعل يدل على الفاعل ويدل على الحدث ويدل على الزمن ويدل على المكان ويدل على الغرض من الفعل أيضا. إلى أن دلالته على الحدث وعلى زمن دلالة مطابقية وعلى غيرهما دلالة التزامية. سألوا يسعى سؤال طريفة كده، تبي أشوف كيف يكون في سؤال؟ اقرأ، أنا لا أستطيع. ارفع صوتك حتى يسمع. سؤال طريفة. كيف أصير عالما؟ مثلك يا مثلك يا ملاعب. كيف نصير عالم؟ كم ساعة تكره في البيت؟ كيف تعمل؟ سؤال طريف. جميل. ها؟ 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 كيف أصير عالما مثلا وكم ساعة تقرأ في اليوم وكيف تحفظ العلوم؟ نسأل الله أن يوفقنا. أنا من خلال الدرس دائما أنصحكم، وهذه النصائح هي التي النصائح هذه إجابة على هذه الأسئلة. تفهمون هذا؟ تظنون بأنني أقول هذا وأنا أنصحكم، يعني أنا لا أحدثك في النصائح بما سمعتها الناس بما جربته. تفهم هذا؟ بما جربته. أحب العلم وينبغي أن تثق بالعلم، لا تقبل عليه بتردد. وانظر إلى نفسك دائما عانك الصغير لم تبدأ. لا تنظر إلى المعاصرين، انظر إلى المتقدمين. لأنه نظرت إلى المعاصرين سترجع إلى بلدك أو تبقى في بيتك عانك أصبحت عالية. ولكن عندما تقرأ في ترجمة الإمام السيوطي، في ترجمة الإمام النووي، في ترجمة الإمام الزمخشري، في ترجمة الإمام الذهبي، وفي ترجمة العلوسي المفسر، ترى بأنك لم تبدأ، فما زلت في البداية، لم تبدأ من شافك البحر الذي عبروه والله العظيم. دائما تنظر إلى نفسك لأنك لم تبدأ. لأنك إذا ظننت بأنك بدأت إذن هذا من الغرور، والغرور مقبرة النجاة. الغرور مقبرة النجاة. وأحب العلم دائما اقرأ، دائما أنت في القراءة ليل نهار، حتى وأنت في الحمام تدير مسألة في ذهنك، وأنت في الحمام مسألة فيحلها وأنت في الحمام. لأن حب العلم صورة سيئة فيك أينما كنت في ذهنك، إما ما كتب وإما هناك حقيقته تكرره.
ترى مجنونا وليس وما بك من جنة وما بك من جنة. والجواب على هذا سيأتي بالتفصيل عندما أشرح لكم تعليم المتعلم طريقة تعلم إن شاء الله. الكتاب سيكون مفيدا جدا ولكن سنكتفي بالدرس اليوم لأن الصوت هذا يزعجني ويزعجني ويكون في العلم التركيز. السلام عليكم.